بهذه المناسبة ديال احتفالات السنة الميلادية 2022 وبداية 2023 وجهت المديرية العامة للأمن الوطني إلى ولاية أمن مراكش دعما جد مهم سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو المادية أو اللوجستيكية، وهذه الموارد يتم استغلالها في هذا العمل النظامي الكبير حتى تمر جميع الترتيبات في ظروف أمنية حسنة ووفق استراتيجية أو الخطة الأمنية التي سطرتها ولاية أمن مراكش. وفي شقها المتعلق بالزي النظامي أو الزي الرسمي سيتم توزيع مجموعة من الدوريات الراجلة على طول القطاعات ديال المدينة بدون استثناء، طبعا مع التركيز على الساحات العمومية، على الفنادق، على المطاعم، على الأقطاب السياحية، الأقطاب التجارية، دائما من أجل المواكبة ديال المواطنين والتأطير ديالهم. وكذلك من بين التشكيلات اللي غادي تكون كذلك هناك احتياطات وارتكازات، راه تم تعيين الاماكن ديالها، هي كاينه وغادي يتم تدعيم ديالها على طول جميع الشوارع الكبرى ديال مدينه مراكش، شارع محمد الخامس، شارع محمد السادس، ساحه جمال الفنا. وكذلك من بين التشكيلات اللي اعتمدت الخطه كذلك هناك وحده المتنقله شرطه نجده، هي الاخرى فهي حاضره بقوه من اجل التجاوب مع الشكايات ديال المواطنين، وكذلك التواجد الفعلي في بعض الممرات او الساحات العموميه دون اغفال المحور الرئيسي في هذا العمل النظامي اللي هو المرور او السير والجوانان، اللي هو كذلك ولايه امن مراكش اعطته اهميه كبرى من خلال وضع واحد الخطه عمل ديال المرور من اجل تدارك اي اختلال مروري في جميع المدارات او الاماكن اللي كتعرف توافد ديال السيارات والمركبات بشكل ملحوظ. وبالتالي فالجميع هو مجند داخل ولايه امن مراكش من موظفات وموظفين، مجند ومعبأ، وحتى تمر هذه ان شاء الله هذه المناسبه في احسن الظروف، وان شاء الله الى غايه الساعات الاولى من يوم الغد ان شاء الله.